نرحب بكم مجددا اعزائنا المشاهدين في فيديو جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في تقرير اليوم عن البنك المركزي البريطاني الذي اعلن اسعار الفائده اليوم تقريبا الساعه 3 بتوقيت دبي. كان اعلانات اسعار الفائده وابقى على الاسعار عند مستوياتها عند 0.25% دون اي تغيير. التصويت داخل المركزي البريطاني كان بواقع 7 أعضاء مع الابقاء مقابل عضوين لرفع اسعار الفائده. طبعا هذا جاء بعده بشكل مباشر قرار أيضا ما يتعلق ببرنامج شراء الأصول، الإبقاء على هذا البرنامج بواقع 435 مليار جنيه استرليني، طبعا أو ما يسمى برنامج التيسير النقدي الذي يتم طباعه في المملكة المتحدة. الإضافة الجديدة كانت على لسان رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني، الذي أشار إلى أن المركزي لا يزال يتطلع إلى مستويات التضخم على أنها قد تصل إلى مستويات 3%. كان سابقا خلال هذا الأسبوع قد صدرت بيانات التضخم لتظهر عند 2.9%، وأشار البنك المركزي في بيانه أن مرد الارتفاع في مستويات التضخم هو أولا لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، وكذلك للارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط التي دفعت أسعار السلع إجمالا للارتفاع. الإضافة الجديدة التي سببت حقيقة قوة في تعاملات الجنيه الاسترليني بالاتجاه الصاعد هي أن المركزي البريطاني يعني أبرز ذلك من خلال بيان السياسة النقدية أنه يتطلع إلى رفع لأسعار الفائدة في وقت قريب أو within months، يعني بمعنى خلال الأشهر القادمة. وبالتحديد كان هناك تصريح على أنه سوف يتم إعادة النظر بالسياسة النقدية في شهر نوفمبر، وبالتالي نحن على موعد ممكن جدا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر من قبل المركزي البريطاني. قبل ذلك وخلال تعاملات الفترة الآسيوية اليوم كان لدينا بيانات من المارد الصيني. طبعا أظهرت هذه البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فيه من بعض الضعف الواضح. صدرت لدينا بيانات عن الإنتاج الصناعي، عن مبيعات التجزئة، وكذلك الاستثمار في الأصول الثابتة، جميعها جاءت بنمو أقل من التوقعات، وهذا أثر بلا شك على تعاملات البورصة الآسيوية أو الأسواق الآسيوية إجمالا، وأعطى نفس الزخم للأسواق الأوروبية كذلك الأمر، أن هناك نوع من الاتجاه للانخفاض وانحسار شهية المخاطرة بعض الشيء مع مثل هذه البيانات السلبية التي سببت تراجع في أسواق الأسهم بشكل واضح. طبعا البيانات تشكك بمدى تعافي الاقتصاد الصيني أو بوضعه كنمو بطيء يحققه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لازلنا ننتظر بيانات مهمة خلال هذا الأسبوع متمثلة ببيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي القريب بما يتعلق برفع أسعار الفائدة. طبعا اجتماع الفيدرالي الأمريكي سوف يكون في شهر سبتمبر، ولكن التوقعات بأن يكون الرفع في نهاية العام تقريبا في شهر ديسمبر. ولكن أهم ما ننتظره في هذا الاجتماع مدى يعني نظرة الفيدرال الأمريكي إلى بيانات التضخم على أنها قد تكون عامل معيق لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الفترة القادمة، وبالتالي هل سيكون رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام أم لا؟